هذا الفيديو سنشتغل على تقديم عام للمزوقة الفاعلية والإبداع الخاصة بالأسس الثاني بعد ما أنهينا مزوقة الإنسان. إذا يجب أن نتساءل ما هذه المزوقة؟ ما اسم هذه المزوقة؟ ماذا سندرس في هذه المزوقة؟ إذا المزوقة سميتها مزوقة الفاعلية و الإبداع. إذا ما معنى الفاعلية؟ ما معنى الإبداع؟ ما علاقة الفاعلية والإبداع بالإنسان؟ نحن درسنا الإنسان أنه كائن واعي، كائن راغب، كائن لغوي، كائن اجتماعي. ما علاقة هذه الدروس التي سبق ودرسناها بالسؤال الثاني اللي هي الفاعلية والإبداع؟ نحن هنا نحاول أن نعرف ما استطاع الإنسان أن يبدعه، ما استطاع الإنسان أن يشتغله وأن يصنعه. الإنسان أم فابر، كائن صانع، كائن فاعل في هذا الكون، يحاول تطويع الطبيعة والسيطرة عليها وتسخيرها لصالحه انطلاقا من مجموعة من العلوم والدراسات والتخصصات. لذلك عندنا في هذه المزوقة الفاعلية والإبداع مجموعة من المفاهيم المركزية أو الدروس اللي غتحاول تقربنا لمجموعة من النشاطات ومجموعة من الأفعال التي قام بها الإنسان في كوكب الأرض. إذا نتحدث عن المفهوم الأول، العلم والتقنية. إذا غيكون عندنا أول درس في هذه المجزوقة تحت مسمى العلم والتقنية. إذا السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا، ما علاقة العلم والتقنية بالفاعلية والإبداع؟ أكيد نحن هنا نحاول دراسة مجموعة من النشاطات، مجموعة من الفعاليات الإنسانية. أهم الفعاليات الإنسانية هو العلم. الإنسان كائن واعي، كائن مفكر، كائن يعرف ويبحث ويصبر أغوار مجموعة من الأشياء في هذا العالم من أجل معرفة حقيقتها وكويها لتطويرها وتطويعها لصالحه. ثم التقنية، ما علاقة التقنية بالعلم؟ نحن لا يمكننا الحديث عن علم دون تقنيات، كما لا يمكننا الحديث عن تقنيات لم تسبقها نظريات علمية. كل ذلك في إطار الفعاليات والإبداعات الإنسانية. عندنا كذلك المفهوم رقم 2 اللي هو مفهوم الشغل. إن استطاع الإنسان عن طريق مجموعة من العلوم تطوير التقنية وتطوير العلم في إطار الفاعلية والإبداع دياله داخل هذا العالم، ماذا صنع بعد ذلك؟ إلى ماذا وصل؟ استطاع أن يشتغل وأن يشغل مجموعة من التخصصات من أجل الكد والبحث في هذا الكوكب لتسخيره دائما لصالحه وتطويعه والبحث عن السعادة وكذلك والعيش الرغيد إن صح التعبير. هنا لا نتحدث عن مفهوم الشغل، نتحدث كذلك عن مجموعة من الإشكالات. ما علاقة الشغل بالفاعلية والإبداع؟ الشغل فعل والشغل إبداع. حينما نتحدث عن الشغل ليس فعلا فقط من أجل الفعل، ولكنه إبداع، الشيء الذي يدفع معه إلى طرح مجموعة من التساؤلات. لماذا يعتبر الشغل خاصية إنسانية؟ كيف يقسم هذا الشغل بين من البشر؟ وأخيرا، هل الشغل تحرر أم استيلاء لهذا الإنسان؟ ثم عندنا المفهوم رقم 3، مفهوم التبادل. إن استطاع الإنسان بعلمه صناعة مجموعة من التقنيات وتطوير هذا العلم ليشتغل في هذا العالم وتطويره وتطويره إلى الأفضل، فماذا فعل بعد ذلك؟ تبادل لكي يستطيع مساعدة بعضها البعض والتقدم بأكثر سرعة والوصول إلى أقصى ما يمكن أن يطمح إليه الإنسان، وهو محاولة السيطرة على الطبيعة كما أقول دائما وتطويعها لصالحه. إذا ماذا تبادلنا؟ كيف تبادلنا؟ ما معنى التبادل؟ نحن دائما حينما نقول التبادل يتبادر إلى ذهننا التبادل المادي، أريد سلعة مقابل نقود. لا، حينما نتحدث عن التبادل هنا سوف نرى أنواع جديدة من التبادل، الهبة مثلا، التبادل الرمزي، نتبادل الأفراد، الأرواح في الزواج، طقوس الزواج، نتبادل الأفكار، نتبادل مجموعة من الأشياء التي تغيب عن ذهننا ولكنها رائجة داخل هذا المجتمع وتدخل في إطار الفاعلية والإبداع. ثم أخيرا المفهوم الأخير اللي هو مفهوم الفن، وهنا سنرى أن الفن هو تقريبا مفهوم قريب إلى الإبداع. نقول الفن الإبداع، الفن الإبداع، الرقص، الغناء، التلحين، الموسيقى. الفن فعلا هذه الأشياء
ولكن ليس هذه الأشياء فقط، بل حينما نقول العلم ففي العلم يمكن أن يكون إبداع، حينما نقول التقنية ففي الصناعة والتخطيط والتفكير والاستراتيجية يمكن أن يكون إبداع. في شغلي أنا أبدع، إذا أنا أفعل وأبدع في نفسي. الوقت في التبادل نبدع، الكلمة الطيبة إبداع حينما نتبادل أطراف الحديث، حينما نتحدث عن الفن كمفهوم. أخير فعلا سنتحدث عن أولا ما معنى الفن أو ماذا نقصد بالفن، ما علاقة الفن بالحكم الجمالي حينما نقيم صورة معينة أو منظرا جميلا معينا، كيف نتفق على أنه جميل. ثم أخيرا ما علاقة الفن بالواقع، هل هذا الفن مجرد محاكاة للواقع أنه إبداع لفضاءات جديدة وأفكار جديدة والخروج من هذه العزلة الإنسانية أو من شرطنا الطبيعي الذي يشركنا مع الحيوانات والخروج إلى عالم آخر، عالم الفكر، عالم الإبداع. إذا كما ترون معي الآن بالنسبة للمفاهيم المسوءه هي هذه، وهذه المفاهيم تطرح جمله من الاشكالات اللي يمكننا نكتبوها كالتالي. اولا غادي نقولوا ما العلم، ما العلم، ما علاقته بالتقنية، ما الشغل، وما علاقته بالحرية الإنسانية. ثم يمكننا نطرح السؤال رقم ثلاثة، ما التبادل أو الإشكال عفوا، ما التبادل، ما أنواعه، وما علاقته بالمجتمع. ثم أخيرا مفهوم الفن، ما الفن، ما علاقته بالإنسان وبالإبداع. إذن هذه مجموعة من الإشكالات اللي كتأطر لنا المجزوء ديالنا واللي كتخول لنا أن ندخلوا لكل مفهوم على حدة لكي نعرف تفاصيل أكثر. إذن في حصص مقبلة سنكون مع مفهوم العلم والتقنية. موفقين جميعاً.